برعاية كريمة من محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، احتفل في مديريتي بيحان وعسيلان بتوزيع منح التمكين الاقتصادي ضمن مشروع أمن وحماية المرأة الذي يموله صندوق الأمم المتحدة للسكان وتنفذه جمعية الحكمة اليمانية الخيرية. وتم توزيع 60 منحة من منح التمكين الاقتصادي في مجال الخياطة للمرحلة الثانية والثالثة ل60 متدربة ضمن المشروع في المديريتين، وسيتم توزيع منح البيع قريبا ل20 متدربة. إجمالي المستفيدات من منحة الخياطة في مديريتي بيحان وعسيلان للمرحلة الثانية والثالثة عدد 60 متدربة أو 60 مستفيدة في مجال الخياطة، 31 في مديرية بيحان و 29 في مديرية عسيلان، وإن شاء الله عما قريب سنوزع منح البيع وسيكون 11 في مديرية عسيلان و 9 في مديرية بيحان. يعني تفصيل ذلك أن لكل مديرية 40 منحة. السلطات المحلية بالمديرية أشادت بهذه اللفتة الكريمة للمرأة باعتبارها نصف المجتمع، مؤكدة بأن هذا المشروع سيسهم في التخفيف من الفقر والعوز التي تعاني منه الكثير من الأسر، لا سيما مع التدهور الاقتصادي وغلاء المعيشة الذي تشهده البلاد. باسم السلطة المحلية والمجلس المحلي في مديرية بيحان نشكر صندوق الأمم المتحدة للسكان على توزيع هذا المنحة، وكذلك جمعية الحكمة نشكرها على ما قامت بمدور من تدريب وتأهيل. نقدم شكرنا باسم السلطة المحلية للأخوة القائمين على هذه الجمعية لما قدموه في رعاية وأمن وحماية المرأة، ونتمنى منهم الشيء الكثير في أنحاء وأرجاء مديرية عسيلان. أنا أحب أنوه إلى يجب أن يكون هناك اهتمام في كل مناطق الريفية لهذه المديرية. ويهدف المشروع هذا إلى تمكين المرأة اقتصاديا علاوة على تخفيف العنف ضدها، بالإضافة إلى رفع قدراتها حرفيا لتعيل نفسها وأسرتها وتمكينها لتكون عنصرا فاعلا في هذا المجتمع. حسن البركي لقناة سهيل من محافظة شبوة.